منذ الصباح الباكر يتوافد الأهالي من عشرات القرى في ريف دير الزور والحسكة إلى سوق مركز الشعبي لشراء حاجاتهم منه، وتتوفر في السوق بضائع مختلفة من خضار ولحوم وألبسة وغيرها. ويرى الأهالي أن السوق نال شعبية في المنطقة بسبب أسعاره الرخيصة مقارنة بالمحلات والأسواق الأخرى. السوق هذا سوق شعبي، سوق متوفر به ما شاء الله يعني جميع المواد، من خضرة لسمانة، يعني ضام جميع الفقراء، من حدود الشداد إلى حدود الصور، شي 100 قرية ضامها السوق هذا، والسوق هذا من شي 12-13 سنة السوق موجود هذا، وأحسن من أسعار باقي المحلات. مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، أصبحت أسعار المواد الغذائية المستوردة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، فيما يطالب الأهالي بمراقبة الأسعار بعد أن شملت موجة الارتفاع الخضار والمواد المحلية أيضاً. خضرة محلية هنا يعني البندورة 250، ويعني أسعار البطاطا 250، يعدنا السكر صار فوق 3000، الكيس الرز 2500. بدأ رقابة، إنه رقابة وتفتيش هنا، إحنا التمويل لازم يلاحق كل الأمور هاي. يوفر السوق عشرات فرص العمل لأهالي المنطقة، فيما تفرض بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية رسوماً على أصحاب البسطات حسب مساحتها وطبيعة البضائع، وذلك مقابل خدمات النظافة بحسب موظفي الجباية. السوق طبعاً كان جوات مرقدة، نقلناه بسبب الفيضانات والمحاصيل الزراعية دائر ما يدوره، وجبناه على مركز الإعلاف جهازه الشباب إدارته البلدية، وعم ناخذ رسوم من 700 لل 3000 ليرة مقابل رسوم خدمات، عرفت علي؟ ومعاقين ما ناخذ منهم، عرفت علي؟ وهالسوق طبعا يوفر فرص للمواطنين. رغم الشهرة التي كسبها سوق مركز الشعبي في المنطقة من خلال تنوع بضائعه وأسعاره المعقولة، إلا أن الوضع المعيشي والاقتصادي السيء لأهالي المنطقة يقف عائقاً أمام تطور الأسواق والمشاريع التجارية في المنطقة عموماً، خاصة بعد تضرر الموسم الزراعي جراء الحرائق في معظم مناطق الجزيرة السورية.